السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. مع محمد عصام، ان شاء الله اكون معاكم في فيديو جديد من كورس رسم الاحتراف بالرصاص. عندنا النهارده محاضره مهمه جدا 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 كل الناس مستنيينها، هي محاضره الشعر. الكارثه تقريبا عند 3/4 الناس في الرسم هي مشكله رسم الشعر، وان الشعر ما يطلعش واحد شعره منكوش ومكهرب والكلام ده كله. هنبدا نتكلم النهارده عنها بالتفصيل، ممكن ناخد فيها محاضرتين كمان، مش محاضره واحده، هناخدها بالتفصيل الممل. ان شاء الله ان شاء الله محدش هيتفرج على الفيديو ده غير لما يعرف يرسم الشعر كويس جدا جدا جدا. ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو، ما تنسوش تعملوا شير، ما تنسوش تكتبوا كومنت حتى لو وحش حلو، اكتبوا لي بس رايكم في الفيديو. في حاجه ناقصاكم محتاجين ان ازودها لكم في الشرح مثلا، قولوا لي عليها بس وانا هزودها لكم. وما تنسوش الهاشتاج بتاعنا اللي بنشارك بيه برسوماتنا والتاسكات بتاعتنا، هو هاشتاج تلاميذ رسام مترو. ممكن تشاركوا بيه برسوماتكم بالتاسكات بتاعتكم علشان اقدر اشوفها واقدر اتابع معاكم واقول لكم ايه الاخطاء عندنا في الرسومات بتاعتنا. وفي مسابقة كمان جديدة عملناها، هي رسم 3 أشخاص كاريكاتير فيكتور ارت ل3 من المشتركين في القناة عندنا. تقدر تشارك معانا في المسابقة دي وتقدر تكسب معانا الرسمة بتاعتك، تلاقي لينك بتاع المسابقة في الديسكريبشن تحت. يا رب المحاضرة تعجبكم، يا رب تستفادوا منها كويس جدا جدا، وما تنسوش تشاركوني رسوماتكم. هستناكم وهستنى رأيكم كمان. يلا بينا على الفيديو. أول حاجة هنبدأ نتكلم عنها في الشعر، احنا بنستخدم في الشعر 3 خطوط، تمام؟ وعلى حسب لون الشعر بنستخدم الخطوط دي. فاول حاجه خالص عندنا في خط عامل كده اللي هو بجنب القلم، تمام؟ في بعد كده خط بسن القلم، خط حاد، وده ممكن نستخدم فيه قلم سنون بيكون احسن، تمام؟ وفي عندنا بعد كده خط لو تظليل يعتبر، بس تظليل ناعم. التظليل بتاعنا ده ما تعرفش اتجاهه، يعني ما تعرفش ان هو ماشي كده ولا كده او الكلام ده، لا تحس ان هو تظليل ناعم كانه بقع غامقه بس. ففي الاول خالص هبدا ارسم الاوت لاين بتاع خصله الشعر عندي، وهشرح لكم ازاي بيكون التطبيق على العملي بالفكره دي. فانا مثلا هرسم خصله الشعر بتاعتي مثلا اللي هي شكلها مثلا عامل كده او اتجاهها عامل كده. اول حاجه هبدا استخدمها خالص هو الخط ده، الخط اللي هو العريض اللي هو بجنب القلم. طيب انا امتى هستخدم الخط ده؟ دلوقتي الخط ده انا بستخدمه في ايه؟ بستخدمه في ان انا بعمل طبقه في مكان الشعر بتاعي علشان ما يطلعش عندي اماكن فراغات بيضاء. فبستخدم ده امتى؟ لما اكون برسم شعر اسود، اسود جدا، تمام كده؟ وممكن استخدمه ممكن لا، يعني ده على حسب، ده براحتك على حسب انت عايز تستخدمه، شايف الرسم محتاجه تستخدمه، في عندك فراغات كتير بتطلع في الرسمه، يعني مثلا بتيجي ترسم الشعر تقعد تعمل كده، تلاقي عندك فروقات في النص كتير فيطلع الشعر كانه قليل او كانه فاضي، فده يعني تستخدم احسن الخط ده في الاول. الشعر مش بيطلع كانه فاضي، وبتعرف تعمل من الشكل الخطوط او من التظليل الشعر على طول من غير ما تعمل الخطوه دي، فمش شرط، براحتك. فاول حاجه بمسك القلم كده من الجنب وابدا اعمل ايه؟ طبقه خفيفه جدا بدرجه خفيفه في مكان الخصله بتاعتي اللي انا برسمها. الطبقه دي لازم لازم تكون خفيفه جدا جدا. وبدات اعمل اول طبقه عندي. طيب عملنا الطبقه الاولانيه دي اللي قلنا بتكون موجوده بس في الشعر الاسود، يعني لو شعر فاتح شويه، لو شعر اصفر او اشقر او الكلام ده ما ينفعش ان انا استخدمها، تمام؟ فعملت الطبقه الاولانيه دي. وبعدين تاني حاجه عندي هو ده التظليل، تاني خطوة عندي، تاني خطوة عندي في الشعر الأسود، والتظليل ده بيكون أول خطوة في الشعر الفاتح، يعني لو أنا برسم شعر فاتح سواء كان أصفر أو بني فاتح أو الكلام ده، ما بعملش الطبقة دي وبرسم شكل الخصلة بتاعتي وأبدأ أظلل على طول. طيب التظليل بيكون على أساس إيه؟ على أساس الإضاءة طبعًا، وعلى أساس حركة الشعر، حركة الشعر مش ثابتة فما ينفعش أثبت لها أماكن تظليل، بس بيكون في أكتر الشعر بيكون عند المنبت بيكون غامق شويه، وبعد كده بيبدا يعلى الشعر فبيبدا يطلع لفاتح، فيبقى انا عندي هنا غامق، افتح افتح افتح، اعلى مكان بيكون افتح حاجه، فده افتح جدا، وبعد كده بيبدا ينزل لاغمق اغمق اغمق، ده الجزء اللي داخل لجوه اهو، فاغمق تاني، وبعد كده الشعر طالع لبره اهو، فبيطلع لفاتح تاني. يبقى التظليل عندي هنا من غامق بيتدرج لفاتح جدا، وبعد كده بيتدرج لغامق تاني، وبعد كده بيطلع لايه؟ لفاتح كمان. يبقى خلاص اهو، من غامق لفاتح، ده افتح جزء، وبعد كده بينزل لغامق تاني، ده اغمق جزء، ده غامق يعني شويه، وبعد كده بيطلع هنا لفاتح تاني. طيب هنبدا نظلل ده، بس التظليل بتاعي لازم يكون مش باين له اتجاه، يعني ما اجيش اعمل كده خطوط حاده، لا لازم تكون تظليلي خطوطه ناعمه لو عايز اطلع رسمه الشعر واقعيه. طب ولازم حركه ايدي في التظليل تكون عامله ازاي؟ تكون ماشيه مع اتجاه الشعر، يعني هنا انا هظلل كده،
في الحته دي انا هظل كده، مش هطلع لفوق كده تاني، لا. طب وفي الحته دي هظل كده كاني بنزل لتحت، ومن هنا هبدا امشي كده وبعد كده ابدا اطلع لفوق تاني. يبقى حركه ايدي في التظليل دي نقطه مهمه جدا جدا في الاسكتشات السريعه، في الرسومات السريعه لما بنكون مش عايزين نعمل الشعر ان هو ياخد وقت كبير، فبعمله تظليل بخطوط حاده فعلا، بس اهم حاجه ان هو يمشي مع اتجاه الخصله، تمام كده؟ فانا هبدا اهو اظلل معاه. هنا بدات ارمي غامق وهبدا ادرج واحده واحده الفاتح. طيب بص، لو انت بترسم عين ورسمتها فاتحه شويه مش هتطلع ودن مثلا، او مش هتطلع مناخير، هتطلع عين برضو بس درجاتها فاتحه، صح؟ نفس الكلام في مناخير البق، في اي حاجه، بس في الشعر لا. يعني ايه؟ يعني الشعر لو انت ما ظبطتش توناته كويس جدا وظبطت الغامق كويس جدا والفاتح كويس جدا، هتلاقي ايه اللي هيحصل؟ هتلاقي الشعر مش باين شعر، ممكن يكون باين قماشه، ممكن يكون باين كانه يعني اي حاجه ثانيه غير الشعر. حلو؟ فلازم اظبط درجاته والفرق ما بين الغامق والفاتح، ودي نقطه مهمه جدا جدا، يعتبر اهم نقطه اصلا، ان انت ممكن من خلالها ترسم شعر اصلا كامل من غير ما تعمل اي حاجه ثانيه، ان انا بس ابين الفرق ما بين الاماكن الغامقه والاماكن الفاتحه. ولو ما بينتهاش مش هيبان لك تدويره الراس نفسها، الجمجمه نفسها شكلها عامل ازاي وتدوره بتاعتها، ولا حتى اتجاه الشعر. فلازم ابين الفرق ما بين الغامق والفاتح، يعني عندي هنا غامق جدا مثلا وهنا فاتح جدا، ما اخليهمش كلهم درجات قريبه من بعضها. وهبدا اطلع مثلا هنا لافتح جزء. طيب في ناس بتقول لي ان في الشعر المفروض يكون في لمعه، يعني مثلا ايه، في ناس بتيجي تشتغل الشعر فتيجي في البدايه تروح عامله كده غامق وتطلع لفاتح وتسيب الحته اللي في النص فاضيه، وبعد كده ترجع للجزء الثاني وتغامق وتطلع لفاتح. فلا، ما ينفعش يكون عندي الجزء ده فاضي اللي هو ده، وما ينفعش يكون عندي الشعر هنا اللي هو ابيض، الكلام ده في الشعر الاسود ما ينفعش يكون فيه لمعه بيضة. لو لمعه بيضة هتلاقيها اتقطعت في الشعر. طب بس احنا في الصوره بنشوف ان هي لمعه بيضة، لا، انت لو ركزت فيها هتلاقي ان هي مش بيضة، هتلاقيها ان هي فاتحه جدا، بس بالنسبه للشعر اللي حواليها هي فاتحه، فتحس انها كانها بيضة. فاهمين ده؟ بدات اشتغل اهو هنا غامق تاني وببدا ادرج لفاتح، يبقى انا بشتغل من غامق لفاتح واقف ومن غامق لفاتح. خلي بالكوا اللي انا بقوله ده فكره بنطبقها على الرسمه بتاعتنا وعلى الصوره بتاعتنا، ما جيش حد يحفظ نفس الخصله بتاعتي دي ويطبقها في كل الرسومات، غلط يا جماعه. انتوا لازم تاخد الفكره بتاعتي وتطبقها على شكل الخصله بتاعتك اللي في الصوره، يعني ايا كان شكلها عامل ازاي. مثلا لو في خصله عندنا اللي هي مثلا الكيرلي، تمام، وانا مثلا برسم شكل الخصله الكيرلي عندي، فهعتبر الكلام اللي احنا قلناه ده هنا هو اللي موجود ده، يعني مثلا هنا غامق افتح بعد كده غامق، يبقى هبدا اظلم من غامق لفاتح بعد كده من غامق لفاتح. فمين ده؟ هطبق الكلام ده على الشكل الخصله اللي في الصوره عندي. كده احنا دلوقتي لسه ما كملناش رسمة الشعر بتاعتنا، بس من التظليل بس بدا يبان معايا شكل الشعر، وده هنستخدمه في حاجه دلوقتي في نوع من انواع رسم الشعر، تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عندي من التظليل بيبان شكل شعر، النقطه دي نحطها في دماغنا كويس جدا عشان هستخدمها في حاجات عندي في رسم الشعر. طيب حلو، يبقى انا دلوقتي استخدمت ايه؟ رقم واحد اللي هي الخط اللي بجنب القلم، رقم اتنين اللي هو التظليل، ده رقم تلاته هبدا استخدمه اللي هو خط بسن القلم، وده بيكون احسن لو استخدمنا فيه قلم سنون، يكون افضل شويه فيه. فانا مش معايا قلم سنون دلوقتي، ممكن اشتغل عادي بقلم، بس محدش يشتغل بقلم اتش بدل قلم السنون، دي كارثه، انت كده هتبوظ رسمتك. انت بتشتغل بقلم غامق، ولو السنون اللي هتجيبها هتجيب سنون مثلا 7 من 10 او 9 من 10 عشان 5 بيتكسر، تمام، وهتجيبها سنون 2B، ما تجيبش سنون اتش بي مثلا او 2H او الكلام ده، هات لك سنون 2B. وهبدا اشتغل بالقلم كده. اللي انا بعمله كاني برسم شعريات للخصله بتاعتي. طول ما انا بكتر الخطوط دي، تمام، بيبدا يطلع معايا الشعر واقعي جدا جدا، ولو القلم كمان سنون فده هيساعدكم جدا، كان الشعريه هتطلع رفيعه وهيطلع قوي جدا. ببدا من منبت الشعر وابدا اطلع بالخط بتاعي كده. بص، ما بجيش اخد الخط اعمله كده، دي غلطه كبيره جدا، ما بوصلش، انا بخطفه كده عشان يطلع بدايته هنا غامقه ونهايته من هنا ايه؟ فاتحه. بص،
بصوا كده الخطوط بتاعتي مش ماشيه منتظمه مع خط الشعر، يعني ما اجيش مثلا على الخصله دي وافضل امشي مع الحرف، لا ده انا لازم اطلع براها كده شويه واطلع بره من هنا، ودي اكتر حاجه هتخلي شكل الشعر اصلا واقعي، هي الخطوط الهايشه اللي بره بتاعت الشعر. بصوا كده انا جيت بدات من هنا ونزلت لتحت صح، هاجي من هنا وابدا واطلع لفوق، ما ينفعش اخد من ده واكمل لتحت لان ساعتها هيسود الجزء الفاتح اللي انا عامله في النص. ممكن استخدم معايا القلم ال 6 بي وانا شغال بده ان انا برضو يعمل ايه يظبط لي التونات، لان القلم السنون اللي انت هتشتغل بيه هيكون 2 بي مثلا، فهيبهت شويه رسمه الشعر بتاعتك، فتشتغل بقلم ال 6 بي فوق ال 2 بي عشان يظبط لك شويه بس التونات عشان ما تبصش من القلم الايه ال 2 بي اللي هو السنون. وابدأ من هنا واجيب كمان نهاية الخصلة. بصوا كده نهاية الخصلة هنا ما ينفعش ان انا اعملها مثلث، ان انا اخليها شكلها مثلث كده واقفلها، لا لازم يكون فيها شعريات هايشة كده علشان يبدأ يبان معايا ايه شكل الخصلة بتاعتي، وابدأ اهيش من هنا شعريات تاني كده علشان تبان عندي واقعية. دي اول خصلة عندنا بنبدأ نطبقها بالطريقة دي، بناخد نفس الكلام ده ونفس الشكل ده نطبقه على شكل خصلة تانية، يعني مثلا تعالوا نطبقه على الخصلة اللي هي الكيرلي دي، بان انا اول حاجة مثلا هقول لكم بلاش نعمل الخطوة دي في الخصلة دي مثلا، وان انا هبدأ بالتظليل على طول. فعندي هنا مثلا في البداية هنا غامق، وهبدأ أدرج الغامق ده لفاتح هنا، لو تلاحظوا كده حركة إيدي ماشية مع اتجاه الخصلة مع الحركة واللفة بتاعتها، وهنا هبدأ أظلل كده. تعالوا بالمرة كده نعتبر ان الخصلة الشعر دي هي خصلة شعر فاتحة، لون شعر فاتح يعني مثلا اصفر او بني فاتح او الكلام ده. لو في الخصلة الفاتحة دي انا هعمل ايه؟ بصوا لو في الخصلة الفاتحة دي انا ساعتها اكيد مش هعمل الخطوة الاولانية اللي احنا رمينا فيها التظليل، وغير كده مش هعمل الخطوط اللي احنا عملناها من شوية هنا، مش هعملها او هعملها بنسب قليلة جدا جدا جدا، هوريكوا ازاي دلوقتي. لان في الشعر الفاتح لو انا برسم شعر فاتح فالخطوط اللي احنا بنعملها دي هي معناها ان انت بترسم الفراغ اللي ما بين الشعريات، مش بترسم الشعريات نفسها، لان انت معاك قلم غامق مش قلم فاتح عشان نرسم لك شعر فاتح. لكن في الشعر الاسود الخطوط دي معناها ان انت بترسم ايه الشعراية نفسها، عشان كده بتزودها وتكتر منها. بس في الشعر الفاتح لا، انت يا دوب بس بترمي ايه ممكن خط كده هنا مثلا، لو يقول لك ان هنا في فراغ ما بين الشعريات مثلا ما بين كتلة الشعر والكلام ده، ممكن خط تاني، الكلام ده بتجيبه من الصورة، ممكن ما تعملوش اصلا، ممكن تاخده تظليل بس وما تعملش الخطوط اللي انا بعملها دي. حلو، يبقى احنا كده عملنا ان هنا الخصلة الشعر دي كأنها شعر فاتح شوية او ايه افتح من الشعر الاسود اللي موجود هنا، بس مش شعر ابيض، الشعر الابيض ليه حلقة تانية خالص، ليه حلقة كاملة. طيب حلو جدا، بصوا بقى
احنا قلنا من شوية نقطة يا رب تفتكروها، ان احنا قلنا ان التظليل هنا بيجيب لي شكل شعر، صح كده؟ طب ده هستخدمه في ايه؟ اول حاجة خالص في رسم الشنب والدقن. يعني لو انت بترسم شنب حد او دقن حد ومش باين عندك ان هو شعراية شعراية، ما جيش انا في الشنب وافضل اعمل كده، لا، انت مثلا عندك البق اعمل كده مثلا، عايز ترسم شنب هنا للشخص ده، فانا مش هاجي اعمل شعريات الا لو انا شايف في الصورة عندي شعريات. لو انا شايف في الصورة عندي شعريات فاعمل شعريات عادي جدا، بس قبل ما اعمل شعريات هعمل تظليل للبشرة عادي جدا تحت. طب ولو انت مش شايف شعريات وشايف الشنب ده كتلة عندك، فكل اللي انت هتعمله تظليل بس، يعني كأنك بتعمل تظليل كده في مكان الشنب ده بس. اهم حاجة تمشي مع اتجاه الشعر، يعني اتجاه الشعر من هنا نازل عامل كده مثلا، فمن كده همشي معاه، اتجاه الشعر جاي من هنا عامل لافف كده، همشي معاه كده، مجيش اعمل ايه وخليه كله في اتجاه واحد وخليه مقشة كده وخلاص، لا، انت هتمشي مع اتجاه الشعر عندك اللي في الشنب او الدقن او الكلام ده، وتعمله تظليل. الكلام ده امتى؟ لما يكون الشنب او الدقن باين عندك كلها كتلة واحدة. طب باين عندك شعريات هتيجي تعمل ايه؟ انا هعمل لكم النص ده كانه باين كتله والنص ده شعريات، ودي حاجه هي شكلها وحش جدا بس قشطه، يعني هو ده شرح، خليكم فاكرين ان ده شرح قشطه. لو باين عندي هنا شعريات هبدا اعمل تظليل للبشره عادي جدا اهو، ولو حاسس ان الشعريات كتير يعني ومغمقه الجزء ده هبدا اغمق الدرجات بتاعتي شويه، وبعد ما اعمل التظليل بتاعي للبشرة ابدا اعمل الايه الشعريات بقى اللي موجودة عندي كشنب او دقن او الكلام ده، وتبدا تخرج الشعريات كانك بتعمل شعراية شعراية، والشعراية اللي هتعملها كده خطف كده وما تكونش كلها نفس الطول وتمشي مع اتجاهها، يعني هتلاقي شعراية قصيرة شعراية طويلة الكلام ده، وتبدا تمشي معاها كده لغاية لما يبدا يبان لك ايه الشكل بتاع الشعر والكلام ده. بس على فكره يعني مش هتلاقوا حد شنبه عامل كده، يعني مش حد شنبه منتف ماشي، ف يعني هتلاقي الشنب كله بيكون ايه تظليل كده وطبقه غامقه والكلام ده كله. طيب حلو جدا. نفس الكلام فين؟ في الدقن. لو انا برسم دقن حد او الشعر بتاع الدقن، لو باين عندي شعرايه شعرايه هعمل فيها شعرايه شعرايه، وفي الدقن ممكن اه اللي تلاقي فيها فعلا شعرايات والكلام ده، هعمل الاول تظليل البشره عادي وبعد كده ابدا اعمل الايه الشعرايات. طيب نفس الكلام فين بقى؟ وحاجة مهمة جدا جدا، نفس الكلام ده هنا لو بترسم شعر محمد صلاح، دي كارثة، محمد صلاح ده شعره كارثة، المفروض اصلا ما يترسمش. بص في الشعر اللي عند محمد صلاح هنا، هو شعره كيرلي ودوشة وزحمة جدا وبتاع، ما ينفعش تعمله شعراية شعراية، واوعوا حد يجي يعمله لوالي ودواير والكلام ده، لا، انت هتيجي تعمل ايه؟ هتبدأ تمشي عليه تظليل غامق فاتح غامق فاتح غامق فاتح، هياخد وقت كبير جدا بس بيطلع حلو جدا وبيطلع نتيجته حلو جدا. بصوا كده كل الفكرة هنا تظليل، يعني لو لاحظتوا هتلاقوا كله تظليل. طب تعالوا نبص على الشنب والدقن هنا، هتلاقي عنده اهو في شعريات صح كده، بس قبل الشعريات في تظليل تحت، يعني في شعريات موجودة اهي ماشية شعراية شعراية مع اتجاه الشعر والكلام ده كله، بس قبله في تظليل موجود تحت. الدقن هنا مش معمولة شعرات على فكرة، الدقن هنا تظليل بس اتجاه او حركة القلم وحركة التظليل مبين لك انها شعريات مكملة مع الدقن اللي فوق، فاهمين كده؟ يبقى انا عندي موضوع التظليل ان الشعر بستخدمه كأنه تظليل، بستخدم الكلام ده فين؟ بستخدمه في شعر محمد صلاح او شعر اللي هو كيرلي الدوشة الكتير، والشنب والدقن وشعر الولد القصير. لو انت بترسم شعر ولد قصير فنفس الفكرة. هطبق الكلام اللي احنا قلناه ده ازاي على حد عنده شعر كتير والكلام ده. اول حاجه هبدا ابص على فورمه الشعر من بره، شكلها عامل ازاي، الشكل بتاع الشعر من بره، يعني مثلا كروكي كده، تعالوا نعمل حاجه
مثال كده ان احنا هنعمل فورمة شعر زي كده. بص، اول خطوة بنبدأ نعملها هو الشكل ده. دي اول حاجة بنبدأ نرسمها في الشعر، يعني مش باخد خصلة وابدأ ارسم على طول، لا، لازم ارسم لنفسي كده كروكي، وده مش اكيد يعني الكلام ده ممكن يتغير، بس بعمل لنفسي كده مكان الشعر فين، مكان الخصلة دي فين، مكان الخصلة دي فين، وهكذا، وابدأ اختار خصلة واحدة هبدأ اشتغل فيها. يعني مثلا الحتة دي مش كلها خصلة على بعضها. بص، الخصلة عندنا في الرسم هي الجزء اللي باين من الشعرة. يعني ايه؟ يعني من هنا لهنا دي خصلة. انا ما ينفعش اقول ان من هنا لغاية فوق خصلة، ولا ينفع اقول ان دي كلها على بعضها خصلة، لا، ده انت عندك هنا مثلا هتلاقي في خصلة عاملة كده، وبعد كده مش عارف في واحدة تانية جاية طويلة شوية، وبعد كده واحدة تانية جاية اطول شوية، فانت كل حتة مقطوعة زي كده بتسميها خصلة وبتبدأ تشتغل عليها لوحدها. فمثلا احنا هناخد جزء زي ده، تمام كده، وهنبدا نطبق فيه اهي، تعالوا نحددها لكم عشان نبينها، بس المفروض ما نحددهاش قوي كده، ماشي، وهنبدا نطبق فيه كل الكلام اللي احنا قلناه. فمثلا هنعتبر ان ده شعر غامق، فهبدا اعمل فيه الخطوه الاولانيه اهي، بصوا كده، وانا شغال في الخصله دي بنسى باقي الشعر. انسى باقي الشعر فعليا، انت ركز بس في الخصله اللي انت بترسمها كانها عين، كانك بترسم عين لوحدها، حلو. وابدا مثلا ان انا اظللها بالدرجات بتاعتي، غامق وابدا ادرجه الفاتح. الدرجات دي بتجيبها من الصوره، يعني انا ممكن اقول لك هنا في غامق هنا في افتح، ما تحفظش ده وتروح تنفذه في الرسمه بتاعتك، لا، انت هتجيبه من الصوره اللي موجوده عندك، تمام كده، وتبدا تشتغل عليه. حلو، خلاص رميت التظليل بتاعي، هبدا اشتغل بقى بالخطوط الحاده اللي تديني شعريات شويه. بصوا كده، مش محدد نهايه الخصله هنا وعمال اظلل جواها، لا، يعني لازم اخرج براها، لازم في شعريات تهيش من الخصله دي للخصله اللي جنبها، ده طبيعي جدا. ما تجيش تحدد خصله، يعني انا بلاقي ناس بتروح عامله كده في خصله الشعر، تروح محددها من فوق من تحت وتشتغل كده، فده غلط جدا، لازم ما تكونش يعني تكون الخصله دي سايحه اللي جنبها عادي جدا. بصوا كده، ما تحددتش بنهايه الشعر اللي هنا، لازم اخرج شعريات، يعني مثلا حتى الحرف اللي بره اللي هنا اللي عند الوش لازم اخرج له شويه شعريات كده هايشه لبره، عشان يبان عندي ان هو طبيعي واقعي، ما يبانش عندي ان هو لزق كانه ملزوق. وهكذا، وهبدا اشتغل باقي الخصل كلها على نفس الفكره بالظبط. طيب تعالى اوريكم حاجه مهمه جدا جدا، وهي اشكال بسيطه للشكل اللي كده فورمه الشعر. هو طبعا طبعا يعني الاشكال اللي بتتغير، يعني انتوا لو في بنات بتتفرج فهي عارفه ان يعني كل شويه في قصات جديده وشكل جديد، فاكيد ما ينفعش احفظ شكل معين، بس الفورمات كده تخليك ايه، يعني تعرف المنبت منين، الجزء اللي بيفصل مثلا اللي هي النهاية الكيرف اللي هنا مثلا، ما اجيش اعمل الشعر هو بدايته من هنا واخره هنا، يعني انا بلاقي الناس مطلعه مش شعر، يعني عاملين راس الراجل كده ومطلعين له حاجات عامله كده، فده ما ينفعش يعني، حلو؟ فتعالوا نشوف اشكال كده مختلفه شويه لموضوع الحصل.
تكون خلصت محاضرتنا، محاضرة رسم الشعر. هستناكم الفيديو الجاي، هنتكلم فيه عن حاجة مهمة جدا جدا، وهي الشعر الأبيض. ازاي الشعر الأبيض تترسم شعراية شعراية؟ موضوع كبير جدا، هيحتاج تركيز جدا ومجهود كبير جدا. هستنى تاسكاتكم ورسومات الشعر بتاعتكم على الهاشتاج بتاعنا، هاشتاج تلاميذ رسام المترو. هستناها على الفيسبوك وعلى الانستجرام، تقدروا تشاركوا فيه برسوماتكم وانا هقدر اشوفها ان شاء الله. ويوم الجمعة الجاي هشارك فيه رسوماتكم الموجودة في فيديو، تمام؟ هتكلم فيها عن تفاصيل الرسمة ولو فيها اي مشكلة، لو فيها اي اخطاء. وهكون معاكم محمد عصام. مبسوط جدا اني كنت معاكم، ويا رب تكونوا كمان مبسوطين، يا رب تكونوا استفدتوا. هستنى اللايك بتاعكم، هستنى الشير وكومنت كده برايكم، كده حاجة لذيذة يعني. يلا، السلام عليكم.